احنا فرحانين سي عبد العزيز ستاتي. وكذلك انا بصراحه والله العظيم الى ديما ملي كنشوفك كنتفكر ديك المسيره الفنيه الكبيره اللي درتي. الله يعزك. بغيت نعرف انا منين جاك هادشي؟ هادشي ديال الله سبحانه وتعالى. هاد الفن هو جا عندي وانا مشيت لعنده، تلاقينا بجوج وكانت موهبه كبيره اللي هي واحد الروح اللي تعطات لهذا الانسان وهو عبدو ربيه. انا هو عبدو ربيه. صراحه انا بحثت عليك بزاف من الناحيه الانسانيه وحتى من الناحيه الفيزيولوجيه. ماذا ينتابك مثلا في الحفلات التي تقدمها وانت كتقدم واحد دائما واحد الميتافيزيقيه تاريخيه وكتحاول تمحي داك الشرخ اللي كاين في الاغنيه المغربيه؟ انا كنختار مثلا مشيت للتراث بعدا هما الولا اللي هما درستهم الاولين وعرفت القواعد ديال الموسيقى الشعبيه التراثيه. من تما منين خضيت يعني الانجازه ديالي بهذه العباره. حصلتي على الانجازه في فن فن الغناء الشعبي. الفن ودرت فيه بحث ونجحت في المجال الفني ديالي، خديت فيه اكثر من انجازه. نعم. هذيك ديال ابا يا ابا كيفاش ترى؟ ما قايلش انا ابا يا ابا، هذيك ابا يا ابا وعمر الظل ما يروح سالم. بزاف الناس خذوا لك الاغاني ديالك وعاودوا تغناو. ما خذوا لي حتى حاجه، انا داك الشيء ديال الله، انا راضي بارك داك الشيء. توكلت على الله، فمن توكل على الله فهو حسبوه. سي عبد العزيز الساتي عندك خامات قويه، منين جبتيهم؟ قلبت كاع في الالوان المغربيه، التخصص ديالي في الالوان المغربيه. نعم. شنو هي الحالة ديال الأغنية الشعورية مثلا دابا في العصر الحالي؟ كاينة أغنية دابا ديالي كاع الأغاني ديالي كل المواضيع كلهم يعني عندهم هدف. بحال مثلا ديال الزين ولا طاي. تمام. من هذيك الأغنية اللي هي ضربت في العالم العربي، كل شيء كاين الزين ولا طاي، الزين ولا طاي، كل شيء كاين ما نكذب شاي، كل شيء كاين عندها فورمة، كل شيء كاين تقلع الغمة. كيفاش تطرح لك هذه القضية ديال خشيتي الجن في هذه الأغنية؟ يعني كتقول ملي نشوفها يضربني الجن واللي حسدني فيها يوجد راسو كفن. راه يعني هادو راه جنايات هادي. انت كدير الاجرام في الاغنيه. ما كاينش المزاح. حيت هادشي اللي كتكتب انت راه ماشي عادي. الحمد لله ما صايبنا والو، باقي كانني يلاه كنبعث على اي معرفه ولو تقول لي هكا اي حاجه. انت تشوف باقي صفق عليا جمهور كبير وكيبان لي انا بعض المرات راسي ما كيعجبنيش. وحيتي المونتاج وليتي بوكورس مزيان. كنت حطيته يتصبن. لا لا صابون مصلوح، عندي مصلوح هنا باش ما يحرقوش. انت غنيتي واحد الاغنيه اللي هي خطيره وخطيره جدا بالعنوان ديالها القلبة المهضوره. انا كنغني على الخطر. انا ما كاينش، انا الاغاني ديالهم كلهم خطره. كلهم خطر. انت النهار كدير الاغنيه كيموتوا 17 18. لا لا حاشا، هذه غير اشاعه. انت مجوج؟ معلوم مجوج. اهانه هذه. مجوج وعندك الدراري؟ شحال عندك من ولد؟ مجوج عندي ولادي. علاش بغيت تحسبهم انت؟ ها؟ علاش كتعطيو الدقيق؟ لا. كتخلصوا على الدراري؟ لا. واش بغيتي نوريك شحال؟ علاش بغيتي نوريك شحال من واحد؟ انت راه واش كتخلصوا عليهم؟ تعطيهم لهم دريت بعدا؟ شحال كاينه من مراه؟ في المغرب؟ في المغرب. شحال لا يحصى؟ عندي اربعه العيالات كانوا خدامين معايا. مجوجش بهم؟ لا. الله يجعل السلامة. على حساب سناب شات ومواقع التواصل الاجتماعي بحثنا وقلبنا، قالوا لنا أنك تهرستي من العنق ديالك بكسر مزدوج على مستوى العنق وتملص في العينين والرقبة في إحدى السهرات. هذه الهضرة هذه ما نظنش، ما توصلتش بها، لأن ما عنديش هذه الأخبار هذه. فرحت من سمعت اليوم أنك تبرعتي بالفيرما ديالك لواحد الجمعية الخيرية الإسلامية ديال سيد البرنوصي. والله العظيم الا فرحت قريتها دابا على لسان واحد المجموعه من الناس ديال الفيسبوك. فيرما ديال اللي فواد زم ولا الاخرى؟ وانا جاي في الطريق جميع الناس. انا ما كاينش شي واحد اللي زعما ما كيقولش بان داك السيد الله يعمرها دار، وهذه كتدل على المكانه ديالك زعما في قلوب ديال المغاربه، ماشي غير على الله يعطيك الخير. انا واحد خينا خو ليا بورتابل تبعوه عباد الله، قلت لي مزقاو والله ما تبعوه. انت سي ستاتي اكبر مهرج في المغرب، علاش ما دخلتيش السياسه؟ بلاتي واش السياسه ولا التهريج؟ نبداو بالتهريج. اكبر سياسي هو انا واكبر مهرج هو انا.
يعني كيفاش من الشعبي للراب؟ الراب لا الراب مالو ديال شي واحد فن هذاك، راه داخل السيكتور الزون ديالنا هذاك. انا راني فنان، انا عندي حق ندير اي حاجه نديرها في الفن. غنغني بالجنون هذه المره. اش كتقول؟ راك سمعتيني والمره كتفاجئني باغنيه صراحه. انت فهمتي دابا البلان. السي عبد العزيز الساتي، كاين واحد الفنان هذا السي ما تبقاش تقولها ليا، السي حرفه الصغير ومبنيه على قضية الحاجه. هذا السي الا شتي شي واحد قال لك السي حضيمها. واحد الفنان مالو هو تعرف في الشعبي، تعرفتيني كان على من كنهضر، معروف في مواقع التواصل الاجتماعي وفي اليوتيوب زيد، كيقولوا بان انه بدا كينافس عبد العزيز الساتي ويقدر ياخذ بلاصتو، مع العلم ان هذا الفنان حتى هو عنده 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 صبيع. يقدر جديد ولا قديم؟ جديد توب هذا جديد والله الا جديد جديد طربوش حتى هو الساتي واخا يكون سباعي كاع نعطيو حنا الحيد وحنا هاد الستاتي لا الستاتي كتعزف كتعزف كيعزفوا الصباع هاد الربع هادو اللي كيعزفوا هذا ما عنده حتى علاقه بالعزف كيعزفش ولكن هذاك هو السبب الشهره ديالك لا سبب الشهره هو الاعمال اللي كنقدم للجمهور وشي ناس بعدا راه كيقولوا بان عبد العزيز الستاتي هذاك ماشي صبعو غير مركبو مركبو شعر هذا مع من كتعامل مع الكلمات ديالك مؤخرا وليت نتعامل مع كتاب اللي هما كيعطوني كلمات ولا كنعطيهم افكار هما يكتبوا لي الكلمات وتندخلوهم للقالب وتنخرجوهم القالب قالب ديال السكر سي عبد العزيز الساتي اشتغلتي في الصحافه علاش تخليتي على المغاربه كلهم صحفيين بعدا كيفاش الشعب كله صحفي عندنا سي عبد العزيز الساتي واش انت عندك الوجه ديال السينما انت بغيت تصيفطني للسينما قلتي لي الوجه ديال السينما السينما كاين شي سينما عندها الوجه مثلا في سيدي بنور داروا واحد التمثال ديال الحجيب علاش ما داروش انت تمثال اخناك وسي عبد العزيز الساتي خمسه العمليات التجميل في عام واحد علاش واش دخلك والله دابا اللي فاك تقول لي انا غدير التجميل وانا بوغوس الناس كلهم كيقولوا لي انت بوغوس بغينا نسمعوا حيت الناس مش محتاجه انها تسمع شي حاجه ديال العيطه ديالها بحال مثلا غادي للعلوة مثلا كاودي يا سري لا شريف لا فلة لا فلة لا فلة صحة إن شاء الله والسلامة يا ربي ما كاين الماء كاين الماء أرى الماء الله 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 هاك أخوك مزيان دابا شوية مزيان مزيان سي عبد العزيز الساتي انت بطل في واحد المجموعه من الرياضات مثلا الكايوان والبيسبول علاش كتختار المصارعه مثلا قلت لك الرياضه ديالي معروفين هنا في المغرب كندير لاشاس مثلا الرمايه والصيد البحري حتى هو كندير لابيش هادو هما الهوايات ديالي اللي كان اللي عندي والفن دزتي في واحد القناه امريكيه كتغني الهارد روك مع واحد الامريكي سميتو بيل بوعزة كان واحد الامريكاني هو الاصل ديالو من خميس زمامره تغنيت معاه العلوه وسامة ما غناهاش مزيان وعاود خسر داك الشيء ما بقاش حيت اني لنا كاع داك لافير كاع ما بقاش بزاف الناس كيقولوا في هاد الظروف انك دخلتي بنتك وتهي بليتيها عندها ثلاثة لغات قاريها ملينا مقريها في ليكول ميريكان وعندها ديبلوم ديالها عندها نيبو باك وبغات تغني هواية ديالها الغناء بغات تغني علاش لا نساعدوها مغنية ماشي بليتها لا بالعكس ماشي بليها الغناء هذاك فن يعني
من حقها تجرب حظها في الفن كجميع الفنانين. عندك شي 20 درهم؟ لا عندي 4 دريال صفراء. واش كاين 4 دريال صفراء؟ جيب لي شي حاجه والله. شوف الدراري صحابك اراق ارا واحد شحال 20 اللي تسخر لي شي واحد شي حالوت هنا؟ لا لا خاص كاين طرام هنايا غادي يديروا لنا طرام باقي ما داروهش لنا. وفاش غتمشي؟ لا يجيب جيب لي شي حاجه بالطوموبيل. اش غايجيب؟ جيب لي شي حاجه بالطوموبيل تسخر لي. اييه اما الزهر عندك ما الزهر؟ لا ها عندي ما ورد. كاين ما ورد؟ كاين جي جيبوا لي الله يرحمك. دابا نيت مشي انا؟ لا لا شوف الدري شكون الدري ما عندوش سوارت نعطيو السوارت للدري هنا يولي مكتشف سميتو. صافي عندي انا نعطيك سؤال اخر وشوف حالك. يلا سي عبد العزيز الساتي. نعم سيدي. ظهرتي مؤخرا في واحد الفيديو غادي 180 في الساعه. دخلنا لقيناك بانك محطم الرقم قياسي للمخالفات. دخلنا لواحد الموقع الالكتروني ايوا ورصدنا المخالفات اللي كدير. انا طوموبيلتي كتمشي 120 ما حد بدا مريقله على 120 ما عمري خالف القانون. انا ما يمكنش لي نمشي شحال شحال من مخالفه؟ 85 تزيد ثلاثه ولا اربعه تصيفطني للحبس. انت شنو الرسالة اللي غتوجهها للجمهور ديالك اللي كيحبك وبغى يشوف الجديد ديالك وشنو توعدوا للجمهور؟ كنشكركم جزيل الشكر اللي تفكرتوني وجيتوا عندي مرحبا بكم. وهذا يعني انا سعيد جدا اللي جد سعيد اللي جيتوا عندي وشرفتوني وغادي ندوز في هذا البرنامج الجميل مع الاخ مراد. تنشكركم جزيل الشكر. واخر كلمه اللي غادي نقول للجمهور المغربي اللي تنقول ليه مودي ستي عبد العزيز راه دائما معكم وتيبغيكم ودائما الجديد ان شاء الله. وتنشكر البرنامج ونتمنى لكم انتم التوفيق والمزيد من التالق ان شاء الله.